من سيفوز بانتخابات السويد؟ يقول البعض إن الصراع الانتخابي هذه المرة أكبر من أي وقت مضى. حاولنا أن نعرف أي الأحزاب ستفوز في الوصول إلى البرلمان، ولهذا أخذنا أحد أكبر الاستطلاعات وأحداثها سيفو. الاشتراكيون الديمقراطيون السوسيال سيحافظون على الصدارة، والنتيجة المتوقعة هي 31.2% من الأصوات بالمقارنة مع 28.3% في الانتخابات الماضية. أما ثاني حزب في انتخابات 2018 المحافظون المدراتس، فيتوقع حصوله على 20.7% بالمقارنة مع 19.8% المرة الماضية. ديمقراطيو السويد سباريا المعروفون بعدائهم للمهاجرين قد تنخفض أصواته إلى 16.5% بالمقارنة مع 17.5% المرة الماضية، لكن المعادين للمهاجرين ليسوا وحدهم الذين انخفضت نسبتهم، فحزب اليسار الذي يعلق الكثير من المهاجرين أمالهم عليه انخفضت توقعاته إلى 7.6% بالمقارنة مع 8% في الانتخابات الماضية. الكارثة قد تحصل لحزب الوسط الذي حقق المرة الماضية 8.6%، حيث أشار الاستطلاع إلى توقع 5.3% فقط. أما حزب البيئة الذي يقول كثيرون أنه سبب ارتفاع أسعار الوقود، فيتوقع أن يحقق زيادة عند 4.6% بالمقارنة مع 4.4% في 2018. أيضا الليبراليون الذين حققوا 5.5% المرة الماضية يتوقع أن تزيد نسبتهم من الأصوات مع قيادتهم الجديدة إلى 5.7%. أما حزب إيبا بوش التي حدث لغط في طلبها من الشرطة إطلاق النار على المسلمين أو الإسلاميين، فيتوقع أن يحصد المسيحيون الديمقراطيون 6.1% بالمقارنة مع 6.3% المرة الماضية. يعني إن كان لي أن أصف، فأنا أصف الانتخابات السويدية القادمة بأنها الانتخابات الأسخن في 100 سنة الأخيرة. السويد تخلت عن الحياد التاريخي ليها، طلبت كما تعلمون الانضمام إلى حلف ناتو، هناك تبعات اقتصادية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، في موجة رهيبة جدا من الاستقطاب داخليا اللي عبرت عنها بوضوح تصريحات رؤساء الأحزاب الأخيرة، ولكن طبقا لاستطلاعات الرأي إن لم تحدث مفاجآت كبيرة فأنا أتوقع بنسبة كبيرة جدا أن يحل حزب المحافظين ثانيا في الانتخابات القادمة وراء الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو الديمقراطيين الاشتراكيين. يعني هناك أيضا واقع سنرى أو نمضي إليه في ضوء الاستقطاب والأمور اللي حدثت خاصة بالمهاجرين وتنامي شعبية SD، ده يعني احتمال كبير جدا يأتي في المرتبة الثالثة، والمفاجآت واردة في اللحظات الأخيرة ما بينه وما بين حزب المحافظين في الترتيب الثاني والثالث. ولكن يعني أنا بتمنى أن الجميع يشارك وخاصة المهاجرين ولا يستهتر أحد بصوته، لأن في الآخر لن يتأتى تغيير أي أوضاع ولا تقدم ولا ازدهار إلا بمشاركة السياسية للجميع في الانتخابات القادمة بجميع مستويات. الحقيقة التوقع كتير صعب بضوء التقارب كتير كبير بين كتلة اليسار الوسط وكتلة اليمين. توقعاتي انه رح نشوف ضخ اعلامي اكبر من قبل الاحزاب اليمينية من خلال مقترحاتي غير قابلة للتطبيق، ولكن فقط لطلب ود ولجذب الناخب السويدي على وجه الخصوص. طبعا من ناحية تانية ما عم نلاحظ كذلك الامر من خلال تصريحات رؤساء الأحزاب، التقارب كتير كبير صار بين حزب المحافظين وحزب ديمقراطي السويد. صار في تبريرات أنه حزب الديمقراطي السويد هو حزب سياسته جيدة وعفى الله عما مضى. من ناحية تانية عم نشوف الموقف اللي صار كتير واضح من قبل أنيلوف رئيسة حزب الوسط واستعدادها للانضمام أو لتكون جزء من حكومة اشتراكية بقيادة ماجدولينا أندرسون. توقعي الشخصي انه الغلبة رح تكون لصالح الكتلة اليسار وسط ممكن بعدد قليل من الاصوات. من ناحية تانية توقع انه اصواتنا نحن كناخبين
من خلفيات أجنبية، خلينا نقول اللي رح نصوت للمرة الأولى أو السويديين جدد، رح تكون كتير إلى وزنها، لأنه رح تكون هي كفيلة بترجيح كفة كتلة على الأخرى. لهيك صوتنا كتير مهم، ضروري نستخدمه بالمكان الصح والقرار بإعطاء وزن أكبر لصالح الكتلة اليمينية. من المتعارف عليه أن السويديين لا يفضلون إجراء تغييرات سياسية وحكومية كبيرة خلال فترات الأزمات، وكما نعرف جميعا أننا اليوم نشهد الكثير من الأزمات الدولية والداخلية، منها الحرب الروسية الأوكرانية، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها أيضا محاولة دخول السويد إلى حلف الناتو. كل هذه المعطيات بتصوري تجعل الفرصة كبيرة أمام تحالف أو كتلة يسار وسط في الحصد الكثير من الأصوات وتشكيل الحكومة. هذه الكتلة بتصوري اليوم لديها فرصة كبيرة للنجاح في الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة. ويبقى السؤال، لمن ستصوتون أنتم؟